مساء الخير على كل اللي بيشوفونا دلوقتي على شاشه قناه المحور. يوم جديد وحلقه جديده من برنامجكم هو هنا. قبل ما نبتدي الحلقه خليني اسلم على زمايلي نرمين ومرو. ازيك يا نرمين؟ يا دمزي، اخبارك ايه؟ كله تمام. انا كمان خلوني اسلم على كل هو هنا بيشوفونا دلوقتي. يوم جديد من ايامنا من هو هنا على شاشه قناه المحور. عندنا حاجات كتير، لكن ارحب بمرموري الاول اللي بتعدل في شعرها. ايوه ازيك يا مرمور؟ ازيك دي؟ ازيك يا مرمور؟ طبعا بسلم على كل مشاهدي قناه المحور في كل مكان. النهارده يوم جديد وحلقه جديده وقعده جديده من قعداتنا في هو هنا. وطبعا قبل ما نتكلم في اي حاجه بنحب ندردش كده معاكم شويه ونتكلم معاكم اكنكم يعني قاعدين معانا. عايزه اقول لكم ان احنا من ايام صغيره ودعنا فصل الربيع ولسه بادئين في فصل الصيف. ناس كتير قوي تستغرب لان طبعا درجات الحراره عاليه جدا جدا جدا. في ناس كتير قوي تحب فصل الصيف رغم الجو بيبقى صعب جدا ورغم ان الحراره بتبقى عاليه جدا، لان بيربطوا بقى ان ده فصل السعاده والخروج والساحل وان احنا نسهر مع بعض ونزور بعض ونفضل سهرانين ومفيش مفيش مدارس ولا في اي حاجه التزامات. ففي ناس كتير جدا بتحب فصل الصيف. انا عايزه اخد انا من عشاق طبعا فصل الصيف، لكن خليني اقول ان فصل الصيف كمان هو فصل زي ما بنقول الانطلاقه. تلبسوا اي حاجه، توب على جينز وتنزلوا. في الشتاء يا جماعه انا ما بحبش الشتاء. لا انا بحب الشتاء. لا 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 جداً. الشتاء لازم نقعد نلبس بلوفر ونلبس جاكيت ونلبس بعد مونتو وما يعني ما بنتدفاش برده. ففصل الصيف هو فصل الانطلاقه. سفاري، تخرجوا تنزلوا ميه، تروحوا بحر، تعملوا حاجات كتير. انت بتحبي ايه؟ صيف طبعا. طبعا معروفة طبعا صيف. يعني الشتاء زي ما قلتي نقعد نلبس كتير، اصلا انا ما بقدرش اقوم اصلا انزل. سامع هادي بيقول ايه؟ إيه هادي بيقول لك الشتاء بيداري الكرش. ايوه هي دي احلى حاجه فيها. هي دي احلى حاجه فيها. الشتاء اصلا بيعمل كرش، ما انت بتفضل قاعد في البيت بتقعد تاكل. انت في الصيف على طول بره منطلق. لا انا الصيف طبعا احب الساحل والبحر والخروج. انا عندي مشكله ان انا ما بقاش يعني ما احبش ان اكون انا عندي حرانه في حاجه مضايقاني. يعني انا البس كتير لما اكون الدنيا ساقعه. شغلي التكييف عادي جدا يعني التكييف موجود، لكن الشتاء كئيب كده والشمس لما اصحى الاقي مثلا الدنيا مغيمه. ده بالنسبه لي يوم خلاص اليوم ده. يا جماعه انتوا شايفين دلوقتي الدنيا بتضلم الساعه كام؟ الساعه 8. يعني دي احلى حاجه في الدنيا. يعني الجو بيبقى حر كتير. وبعدين انا كان نفسي اعلق على مروه لما بتقول هي دي معلومه حقيقيه ان يعني احنا بودعنا فصل الربيع قريب. ايوه ما انا عارفه والله. ايوه عمليا لا عمليا لا درجه 55 دلوقتي. لا بجد درجات الحراره يا جماعه بقت عاليه جدا جدا جدا. ان احنا درجه انا في مره والله نازله بدور العربيه لقيت العداد عامل بتاع الحراره المؤشر عامل 50. انا عمري في حياتي ما شفت الرقم ده. انا ده برضو قلت قبل كده في فقرات او في الانتروز اللي احنا كنا بنقولها ان درجات الحراره على مستوى العالم في تغيير بيولوجي كبير حصل في القشره الارضيه. فده خلى الشمس مش مظبوطه في كل الدول. بقى الشمس عندهم برضو في كل البلاد العربيه وامريكا ودبي الشمس بقت حارقه اكتر واكتر عن السنين اللي فاتت. واحنا كمان بقينا نعاني. انت على طول هتلاقي موبايلك. انا على طول موبايلي يور فون نيدز تو كول داون. انا محتاجه اسيبه علشان يكون داون، احطه في مكان في حراره احسن. فلا فعلا الموضوع صعب. حتى في الساحل، حتى في الاماكن الجو فيها بيبقى كويس مش زي الاول. يعني احنا نستمع لنصيحتكم نروح ننزل البحر وخلاص على كده. انا بقول في الحلقه لا دي ما تقول لنا بقى معناه ايه. النهارده كده اكيد بما اننا بنقول لكم ان احنا لسه بنستقبل فصل الصيف عندنا فقره عن الفاشن. لازم قبل كل سيزون بنعمل لكم فقره نتكلم فيها شويه عن الترندز اللي طالعه ونقعد نقول للبنات ايه اللي طالع جديد، ايه الالوان الحلوه. الفقره دي هتكون مع نرمين اعتقد. أنا. صح أنا. مع نرمين الفقره دي. وهيكون معانا كمان فقره من الفقرات الحلوه جدا ان احنا نفسنا ننزل في الوزن. احنا جينا الصيف بناكل كتير، بيبقى فيه خروجات، بيبقى فيه ساحل، بيبقى فيه مصيف. ناس كتير قوي بتقعد تاكل وللاسف بتزيد في الوزن. هيكون معانا فقره من الفقرات الحلوه جدا هتنورنا الاخصائيه التغذيه العلاجيه نسمه توفيق. هتكلمنا عن ازاي ندير فكره الوزن عند كل شخص. كل شخص التاني بيكون محتاج نظام غذائي معين او حميه غذائيه جسمنا هو بس اللي بيمشي عليه. يعني مثلا لو انت عامله دايت ما ينفعش تديني الورقه. صح. امشي على الدايت. كل واحد ليه حاجه معينه. بس احنا هنا بنفتكس وبناخد الورق ما ناخد الدايت بتاع. بقى انا عارفه ده بيحصل في الجروبس. بقى ما اقولكوش في الجروبس بيحصل ايه. بيتوزع الدايت بتاع كله. بس والله هقول لكم يعني خبراتي الحياتيه زي ما بنقول. يعني انا بالنسبه لي باكل اللي انا عايزاه كله. مش هديك وصفات لا، لان انا دي حاجه بجد والله العظيم جربتها لقيتها نفعت معايا. باكل انا عايزاه كله بس البورشن او الكميات بتبقى لا يعني قليله. بلس ان انا بعمل ايه بقى؟
بجد انا كل يوم بلعب رياضه في البيت. انا بكره الجيم، انا كائن ضد الجيم، بس بلعب تمارين للبطن، بلعب سكوات، بلعب حاجات كتير جدا، وانا جوه البيت ببقى مشغله التكييف والتلفزيون قدامي، فببقى مستمتعه شويه. بجد انا مش هقول نزلت في الوزن، بس جسمي بيتشد. كل واحد بيعرف جسمه ازاي. فاعتقد ان شاء الله دي هتبقى فقره معاكي، هتبقى لطيفه جدا ان شاء الله، هتساعد ناس كتير جدا ان هم ينزلوا في الوزن. طيب خلينا بمناسبه برده الصيف وخروجات الصيف، اللي عايز بقى انا هديكوا كده خروجه لطيفه دلوقتي تروحوها وهوريكم جزء منها. زمان انا على ايامي وانا صغيره كنت بابايا فاكره ان دايما بنروح المسرحيات، كانت جميله ونشوف الفنانين قدامنا. نفسي هو رجع طبعا، بس نفسي يرجع اكتر. خروجه لطيفه مسرحيه اسمها العيال فهمت، بتتعرض على مسرح ميامي، ده في وسط البلد، بتقدمها فرقه المسرح الكوميدي، ده طبعا تحت اداره الفنان ياسر الطوبجي. يعني انصحكم ان انتوا تروحوها، وهنشوف دلوقتي تقرير عنها، بنحمسكم كده شويه ان انتوا تروحوها، وبعد كده نطلع لفاصل ونرجع نبدا اولى فقراتنا الحواريه. بعمل في العرض شخصية كابتن عاصم، وهي الشخصية الراجل الطيار اللي عنده 8 أولاد وزوجته بتتوفى، وبيضطر ان هو يبقى في حد مسؤول عن الولاد علشان خاطر هو مش موجود معظم الوقت لأنه عنده سفر وعنده رحلات وحاجات كده. وبعدين بنتطرق من خلال بقى الفكرة لأنه الراجل ده إزاي بيتعامل مع ولاده، إزاي معيش ولاده في كبت وفي عدم تنفس وفي حالة من حالات زي ما بيقولوا كده مسجونين، يعتبروا مسجونين لأنه هما بعيد عن كل شيء، بعيد عن النت وبعيد عن التلفزيون، بعيد عن حتى ممارسة الهوايات اللي هما بيحبوها. لأنه هو الحقيقة أنه هو بيختار لهم كل شيء، بيختار لهم من أبسط الأشياء لأكبر الأشياء، يعني لأنه هو ما عندوش حل تاني، ودي طريقته، فيها قسوة وفيها حسم شديد جدا 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 طول الوقت، الى ان بيكتشف انه هو محتاج لمربيه علشان تقدر تساعده في الموضوع ده في الفترات اللي ما بيبقاش موجود فيها. فبتخش على حياتهم شخصيه نغم، وهي دي الشخصيه اللي بتبدا تغير شكل البيت وشكل الاولاد وطريقه تفكيرهم، وبتدعم احلامهم وبتساعدهم في انهم يحققوا اللي نفسهم فيه. وبيكتشف هذا الشخص في النهايه انه مع الحسم ومع الحزم ومع الشده لازم يكون في تفاهم، ولازم يكون في انه بيسمع كويس وانه بيتناقش مع الولاد، لانه فرق الاجيال ده ممكن يعمل فجوه فاحنا بنختار التواصل علشان خاطر بنقول انه ما يبقاش في جيل مش فاهم جيل، او ما يبقاش الناس الكبار بعيد تماما عن الاجيال الثانيه، لازم يبقى في تواصل، لانه هو المجتمع كله مجموعه من الاعمار المختلفه، ولذلك لازم يبقى في تواصل. انا بعمل دور زكريا. زكريا ده قريب الكابتن عاصم وموجود معاه من بعد ما المدام بتاعته توفت، فكانوا الأولاد دول أصغر من كده، كانوا يعني في مراحل صغيرة، ومعاز ده كان بيبي لسه، فهو الراجل احتار بولاده يعمل ايه، فجاب زكريا رب هو اللي بيربي الولاد. فهو اكتشف عند وقت معين ان زكريا ممسوح بكرامته الأرض، الولاد الصغيرين كبروا بقوا شباب ليهم تطلعات، الأب حازم جدا، وزكريا واقع ما بين نارين، ما بين فكرة الأولاد اللي طلباتهم ما بتخلص واللي هم عدد كبير، وفي نفس الوقت حمل وطاقة، وفي نفس الوقت الأب مش أب حاسس بيهم أو قريب منهم، بالعكس ده يعتبر معيشهم مش في ده، معيشهم في سجن، وأكل وشرب بحساب، الصحيان بحساب، النوم بحساب، حياة عسكرية وأفظع من العسكرية كمان، حياة فيها تملك غير طبيعي وسطوة غير طبيعية، ومش مدرك إن الولاد كبروا وإن إحنا كمان أصلا بقينا في عالم منفتح. فلما بيكتشف إن زكريا خلاص مش يعني مش قادر يقوم بالدور ده كله، فبيقول له خليك بقى على قد الكنس والغسل والمسح والحاجات وبتاع وجو الخدمة ده. وطبعا بقى كل ده بيدور في إطار لايت كوميدي نابع من الموقف ومن الشخصيات ومن تاريخهم مع بعض. أنا بعمل نغم، المربية اللي بتيجي بتغير حياة العيال، يعني بتحب المزيكا، بتحب الفن،
انا شايفاه دور مهم وانا سعيده جدا ان انا بعمله حقيقه. لا هم مش اطفال هي دي بقى الفكره، هم مش اطفال، هم شباب يعني اعمارهم مختلفه عن بعض، كلهم شاطرين قوي، انا بحبهم جدا على المستوى الشخصي والفني وكل حاجه، وسعيده قوي ان انا بشتغل معاهم. هم حياتهم متعودين عليها بشكل معين، فنغم بتدخل حياتهم تحول حياتهم للسيستم تاني وشكل تاني بتقومهم. يعني نغم اكتر حاجه انا بحب نغم قوي بصراحه، يعني حتى لو انا مش بعملها هبقى احبها برضو، يعني خصوصا هي بتحب الفن وانا بحب الفن، فحسيتها قريبه في حاجه ريليتد بينا. يعني الرسائل بقى اللي بتوصلها مسرحيه الجمهور، انا بفضل ان الجمهور نفسه هو اللي يجي يشوفها ويتفرج عليها. انا دوري اسمي عابد، عابد ده الجار اللي المفروض دمه خفيف لذيذ، بيتدخل في عاصم اللي هو البطل المسرحيه الاستاذ رامي، بيخش له في كل حته، يغلس عليه، يطلب منه حاجات، يفضل يعكس في العيال، يغلس عليهم، وفي النهايه برضك هو بيحب الاولاد وبيحب بس اللي هو في اطار كوميدي محترم. انا بنصح المشاهدين يجوا يتفرجوا على العرض ده، لان بيفكرنا بمسرحيات زمان المحترمه، انك تيجي تبتسم تضحك من قلبك، مفيش ابتذال، مفيش كلمه خارجه، كله في سياق واحد. مسرحية العيال فهمت دي مأخوذة عن نص عالمي The Sound of Music، اتعملت قبل كده بس بحاجات مختلفة، عملها الأستاذ سمير غانم وجورج سيدون، بس دي ليها معالجة مختلفة، قصة مختلفة، صغها الأستاذ أحمد الملواني والأستاذ أحمد، ألحان الأستاذ أحمد الناصر. المسرحية دي لكل الأعمار، أنا مش بقول كده عشان أنا شغال فيها، لا والله المسرحية دي بتخاطب الكبير والصغير، بتعلم مفاهيم الناس، بتعلم سلوك التربية من خلال موسيقى ميوزيكال غنائي اللي بيغنيها الاولاد. في عندنا اربع شباب واربع بنات زي العسل، خريج المعهد في المسرحيه، ومعنا طبعا ابطال كبيره، الاستاذ رامي التنباري، الاستاذ عبد المنعم رياض، الفنانه الكبيره ربنا يكرمها اللي هي مطربه جامده جدا ودي هتبقى مطربه المستقبل، رنا السماحه، معنا رانيا النجار، محمود الهنيدي، اميره، مش عايز انسى اسامي ناس كتير، او نور شادي، علي شادي، ناس كتيرة قوي 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 قوي. يمكن أغلبنا جرب أن يمشي على نظام غذائي يساعده أن يوصل للوزن المثالي أو ينزل في الوزن ده كمان بكذا طريقة، كل واحد بيجرب نوع من أنواع الدايت المختلفة اللي بقت محيطة بينا وعلى صفحات كتير جدا وعلى أوراق كتير، خذي جربي النظام ده، طب أنا هجرب النظام ده، بس للأسف في ناس بتفشل في ده وبتفضل في نفس الوزن وما بتنزلش في الوزن. طب هي لما تلاقي صعوبة في تحقيق التارجت بتاعتها أو مش عارفة تنزل في الوزن، ده ليه بيبقى لأسباب كتير جدا، لأننا احنا مش قادرين نعمل إدارة لفكرة الوزن. في ناس كتير النهاردة تقولك يعني إيه الكلام ده، يعني كل واحد بيكون ليه نظام غذائي صحي معين أو حميات غذائية معينة أنا لازم أمشي عليها وجسمي بيحتاج النظام ده. فكرة إدارة الوزن بطرق صحية هنتكلم فيها النهاردة مع ضيفتنا اللي منورانا، ضيفتي وضيفتكم النهاردة الأخصائية العلاجية نسمة توفيق، أهلا بيكي منورانا. أهلا بيك. أخبارك إيه؟ كله كويس. يمكن زي ما قلت في ناس كتير جدا بتفشل إنها تمشي على تارجت معين أو نظام غذائي معين، وبعد ما بتخس مثلا 2-3 كيلو تلاقي نفسها بعد شوية تخنت أكتر. تمام. فكرة إدارة الوزن يعني إيه؟ إدارة الوزن يعني أنا أولا إزاي هحافظ على وزني؟ إزاي لو أنا حد أوفر ويت اوصل للوزن المثالي، ولو انا حد في وزن مظبوط احافظ بقى على الوزن ده ما بوظش الدنيا وابدا يحصل بعد كده زياده في الوزن. الكلام ده هيحصل على اربع محاور او على اربع نقط نركز عليهم. الاربع حاجات دي، اول حاجه انا لازم اكون عارفه الكالوريز اللي جسمي بيحتاجها، كميه الطاقه اللي جسمي محتاجها كل يوم عشان اقدر اعيش حياتي بشكل طبيعي يوميا، انا محتاجه كم معين من الكالوريز، لو زودت عنه بتبدأ الدنيا تبوظ مني، لو قللت عنه برضو بيبدأ يحصل لي مشاكل سواء بقى في الفيتامينز أو المعادن أو طاقتي أو أن أنا مش قادرة أتحرك، كل الكلام ده. فأول حاجة لازم أكون عارفة الكالوريز بتاعتي.
تاني حاجة لازم اهتم جدا بشرب المية. شرب المية من الحاجات اللي بتعلي الحرق وبتساعد جسمي ان هو يتخلص من السموم، فبيكون حرقه اعلى والدنيا بيكون الهايدريشن بيكون اظبط، فده بيفرق جدا معايا في ان انا اظبط وزني. الحاجة التالتة ولناس كتيرة للأسف بتكسل تعملها، هو ان انا لازم العب رياضة. الحركة النشاط البدني دي من الحاجات اللي بتساعدني جدا ان انا اتحكم. نشجع نفسنا ازاي على الرياضة؟ يعني في ناس بتبدأ الحقيقة في الرياضة يوم واتنين وبتبقى ماشية فعلا على نظام غذائي معين خاصة بيها، بس بعد كده بتكسل. ازاي انا اساعد نفسي واربط بين الرياضة وبين الرجيم ان انا اوصل لتارجت معين؟ لازم اختار رياضة بحبها. مفيش رياضة واحدة فرض على كل الناس. مش اللي هو انزلي الجيم وموتي نفسك وخلاص. مش لازم خالص تنزلي الجيم. شوفي انت بتحبي ايه، بتحبي تمشي امشي، بتحبي الجري اتعلمي جري واجري، ممكن تلعبي تنس، ممكن تلعبي دي على فكره حاجه بتحرق جدا، الرياضات اللي بتلعب اوبن اير والبادل بتحرق كمان وبتخلي المود حلو قوي. ممكن والبادل تنس بالظبط الحاجات الاوبن اير دي، يعني غير ان انت هتعملي كالوريز عاليه هتحرقي كالوريز عاليه قوي، انت كمان هتبقي مودك جميل جدا بعد ما تلعبي رياضه اوبن اير. طيب التغذية عامل مهم جدا جدا ان احنا نبقى عندنا نظام غذائي لصحنا او محتفظين بكل العناصر الغذائية اللي جسمي محتاجها. ايه الحاجات اللي انا محتاجاها بس متجاهلاها في فترة الدايت، وناس كتير قوي بيبقوا مش حاطينها في الاعتبار، يقولك لا خلاص اصلا انا بخس، بس الحاجات دي مهمة جدا لجسمنا. بصي اسوأ حاجة او اسوأ غلطة اي حد بيعمل دايت بيقع فيها هي تكرار نفس الاكلات ونفس الوجبات هي تقريبا على كل يوم. ما بينوعوش، ما بيغيروش كتير في الاكل، ما بيحاولوش يتعلموا وصفات جديده، دي هتضيف لهم جدا وهتخليهم على طول مستمتعين بالدايت ومكملين لاطول وقت ممكن. لان برضو من المشاكل ان انا ببدا في اكل الدايت بالنسبه لمعظم الناس لا ممل عشان انا مش بغير في اكلي. قصدك يعني في ناس بتبدا بنظام غذائي معين بتفشل تقعد شويه وبعد كده تكرر نفس النظام تاني؟ لا هي بتفشل بسبب انها زهقت من نوعيه الاكل اللي هي عماله تكرر فيها، مش بتغير ومش بتجدد ومش بتدخل للنظام الغذائي بتاعها وجبات ممتعه وتكون فعلا لذيذه. طيب ايه الرولز اللي انا امشي عليها بحيث ان انا اوصل لتارجت معين واكون راضيه عن نفسي في الفتره اللي انا ممكن اكل بيها؟ يعني بلاش بقى ان احنا ننتحر في الاكل وناكل كل حاجه ولا انا ما بخسش. تمام. في رولز كده المفروض انت النهارده بتقوليها لكل الناس اللي بتشوفنا النهارده عشان نتبع انظمه غذائيه سليمه وصحيه؟ طبعا في رولز وبصراحة أنا بحاول قدر الإمكان أوصل الرسالة دي كل يوم للناس. أول حاجة عشان أحافظ على صحتي وأبدأ أحافظ كمان على وزني، لازم أبعد عن الفاست فود، لازم أبعد عن الامتي كالوريز، الحاجات الأكل اللي باكله اللي هو مش أكل، خلينا اللي هو مش هيضيف لجسمي أي حاجة. فعلا بتعمل أنظمة غذائية أو متبع حميات غذائية معينة بس متجاهلة اللي أنت بتقوليه ده كله، مياه الغذائية شغالة، الاكل من بره شغال، اصل انا بعمل دايت، او يجيبوا المياه الغازيه اللي هي مفروض ما فيهاش سكر. بس وهي على برضو فكره فيها على سكر فكرة اعلى من الدراسات بتقول كده، ليها ضرر وبرضو طبعًا بتزود الوزن. فحتى لو نفسي في مره راحت لها يعني كفايه قوي مره في الاسبوع، صح انت لكن ما تبقاش كل يوم مع كل وجبه. الاكل الصحي حتى لو انا باكل اكل صحي لازم اخلي بالي من كميات الاكل اللي انا باكلها واللي جسمي احيانا بالظبط. احيانا ببقى باكل اكل صحي وعارفه بقى ان انا باكل اكل صحي، فسيب الموضوع اوبن قوي، اكل مكسرات كتير، اكل افوكادو كتير، الحاجات دي فيها كالوريز عاليه جدا وطبعا هتخرجني برده بره النظام اللي انا حاطاه لنفسي. في ناس لما بتيجي تعمل دايت بتحرم نفسها من كل حاجه، ايه الحاجات الاساسيه اللي لازم اكون محافظه عليها حتى لو هي بنقول انها بتتخن شويه بس انا جسمي محتاجها لان انا كده ممكن يحصل لي مضاعفات وامراض مصاحبه بعد الدايت؟ اهم حاجه في الدايت ان هو يكون متوازن. الناس اللي بتعمل دايت وبتحرم نفسها من عناصر مهمه في الاكل اول حاجه بيبان عليها على فكره وشهم، يعني ممكن ينزلوا في الوزن ويخسوا بس لكن تلاقي بقى الدارك سيركلز ظهرت مزبوط. وتلاقي رينكلز ظهرت وتلاقي شكلهم بدا يبقى مش حلو. فاهم حاجه في الدايت ان هو يكون متوازن، لازم اركز في اكلي جدا على البروتين، لازم اركز في اكلي جدا على الخضار، الخضار من الحاجات اللي بتحسس بالشبع جدا، البروتين من الحاجات اللي بتاخد وقت طويل عشان تتهضم فبتحسسني بالشبع فتره طويله من اليوم، ما اضطرش ان انا اكل كتير ولا ازود في الوجبات بتاعتي. لازم اهتم بالدهون الصحيه زي ان انا احط مثلا على طبق السلطه معلقه زيت زيتون، شويه مكسرات، اخد الصبح مع الفطار نص افوكادو، الحاجات دي كلها دهون صحيه، فيتامينز ومعادن كتير بالظبط، فده هيخلي الدايت بتاعي متوازن. البرودكتس والمنتجات والحاجات الكتير قوي اللي بقينا نشوفها في السوبر ماركتس كترت جدا،
واشكال والوان بقى، هتعمل دايت انزلي شوفي لبن خالي الدسم، لبن منزوع الدسم، ما اعرفش ايه ده خالي من السكر، حاجات كتير جدا. ساعات ناس كتير بتبقى مكسله انها تمشي مع دكتور او حد يتبع معاه يعني حميه غذائيه او نظام صحي انها تنزل في الوزن. هل الكلام ده او المنتجات دي كلها سليمه ان انا امشي عليها؟ يقول لك جبنه خاليه ما اعرفش من ايه، لبن خالي من الدسم ما اعرفش ايه، ما اعرفش ايه قليل الكارب بتاعه فانا هاخده، والمكرونه دي انا هعمل بيها، كل الكلام ده صح ولا كل الكلام ده شايفه ان هي سلع بمجرد انها عشان تتباع وبيخلطين بينها وبين الانقاص في الوزن؟ بصي ما اقدرش احط كل البرودكتس دي في سله واحده واقول لك ان كلها كويسه او كلها مش كويسه، لا في حاجات في بدايل فعلا كويسه جدا وبتناسب ناس، خصوصا الناس اللي بيكون عندها حالات مرضيه معينه، حد مثلا عنده حساسيه من اللاكتوز انصحه ان هو يروح يجيب لبن نباتي، حد عنده مثلا، يعني هي دايما بترجع الموضوع للمشكله الصحيه اللي عندك. لكن لو هنتكلم ان جنرال، لا بنتكلم على الحاجات اللايت، على الناس اللي بيعملوا دايت وفي نفس الوقت مش عارفين يرتبوا مع دكتور ويكتب لهم روشتة معينه او ورقه معينه، فيروحوا من نفسهم بقى السوبر ماركت يحملوا بقى الحاجات اللي ممكن تكون اصلا فيها دهون نباتيه عاليه جدا ويكون فيها سكريات عاليه جدا ويكون فيها دسم عالي هو جدا. هو ده اللي انا لسه كنت هقوله، الحاجات اللايت عموما كلها تقريبا مش صحيه. يعني الزبادي اللايت، اللبن اللايت، اي حاجه بتشتريها في علبه او في كيس ومكتوب عليها لايت متشال منها الدهون الطبيعيه ومتضاف لها حاجات تانية خالص هي بتكون مصنعه توتالي. يعني اولا كلام خطير جدا، بتضر القولون وبتضر المعده جدا. السوبر ماركت نبقى عندنا بقى الاستعداد كده نازلين، عارفه بنعمل صفقه كده، طب انا هجيب ده خالي الدسم، ده انا هجيب ده لايت، انا هجيب ده دايت، انا تلاقي نفسك جبتي حاجات، وانا سمعت من كذا مصدر قبل كده ان الحاجات دي بيكون فيها دهون اكتر من الحاجات العاديه، بيكون فيها سكر. ما هو انا لما بشيل الدهون الطبيعيه اللي في الحاجه هي خلاص ما بقالهاش طعم، فلازم اضيف لها محسنات طعم، لازم اضيف لها سكر، لازم اضيف حاجات عشان انت تحسي انك بتاكلي حاجه حلوه وتشتريها. فلا انا نصيحتي دايما لكل الناس لازم اول ما نشتري حاجه او قبل ما نشتري حاجه اقرا كل كلمه مكتوبه عليها من ورا. كل ما زادت الانجريدينتس بتاعتها عن اربع حاجات فكري قبل ما تشتريها. كل ما لقيتي ارقام ولقيتي اسامي غريبه انت مش بتجيبيها في مطبخك اصلا وفي بيتك وحاجات ما تعرفيهاش يبقى سيبيها على الرف وما تاخديهاش احسن. نسمع من الحاجات اللي شائعه جدا جدا عندنا سواء رجاله او ستات نظام الحرمان. لما تيجي تقول لك انا هعمل دايت او هعمل دايت حرمان بقى، مفيش اكل ومفيش شرب، واحنا برضو في فصل الصيف وبنسافر كتير وبنصيف ونبقى عايزين ناكل حتى لو وجبات صغيره، بس طبعا ايه نكررها في اليوم اكتر من ثلاث مرات، يبقى في سناكس في اليوم. شايفه النظام ده ايه؟ حرمان يعني امشي اكل يعني وجبه واحده ولا صنف واحد؟ لا اكل وجبه واحده في اليوم وفي نفس الوقت انا ببقى جعانه طول اليوم، يعني انا عايزه اتعشى، اكل سناكس، اكل حتى حاجات قليله بس كتير في اليوم. بصي هقولك على حاجه برضو من ضمن الحاجات اللي مش هقولك ان هي على طول غلط ولا على طول صح، يعني لو انا حتى تبعت نظام الوجبه الواحده في اليوم احنا بنسميه اوماد، نظام الاوماد ده انا لو عملته ومشيت عليه مش هقدر اطول عليه فتره طويله. احنا احيانا بنستخدم التكنيك ده مع الناس لو عايزين نكسر ثبات الوزن، حد دخل في مرحله ثبات وزن وعايز اكسر، ممكن اعمل كده لفتره اسبوع 10 ايام وبعد كده هرجع تاني. والوجبه دي لازم يكون فيها كل العناصر الغذائيه، ما ينفعش تكون مكونه من يعني عنصر واحد بس. فعشان اقول عشان في دايت طالع موضه دلوقتي، دايت البيض، دايت الموز، الحاجات دي كلها طبعا غلط، مش ده خالص اللي انا بتكلم عليه. لكن لو هاكل وجبه واحده في اليوم اعتبريه زي الصيام. الناس اللي عندها ثبات وزن بيفيدها جدا الموضوع ده، بس الوجبه دي لازم يكون فيها خضار، لازم يكون فيها بروتين، دهون صحيه. عن الكلمه عن الجمله دي، ايه الوجبه اللي انا ممكن اخدها طول اليوم ومكمله لكل العناصر الغذائيه او فيها كل العناصر اللي الجسم محتاجها طول اليوم؟ قولي لي كده مع بعض، تعالى نقول الوجبات دي ممكن تكون في ايه. مش هنصنف بس هنحط الطبق مثلاً. شكله مفروض يبقى عامل ازاي؟ بصي لو انا حد مش بتحرك كتير، شغلي بيلزمني ان انا قاعد على مكتب طول اليوم، ما بلعبش رياضه، الكلام لساعات الناس بتتحج بيه عشان ما يتحركوش ده، فانا هقول لهم ابعدوا عن النشويات، احنا هنركز اكتر على بروتين، على سلطه، على دهون صحيه. طبعا دهون صحيه اللي هي انا بكون اوريدي محضره بيها البروتين ومحضره بيها السلطه، مش حاطه دهون في الطبق يعني، مش اكله لوحدها يعني عشان يعني ما تفتكرش احنا هنجيب دهون. عشان انا بصراحه قابلت مره حد ما فهمش الموضوع ده. والدهون عباره عن ايه؟
فدي حاجة. إنما الناس اللي بتتحرك كتير أو الناس اللي لسه في سن العشرينات مثلا الحرق عندهم بيكون عالي جدا، عالي لازم طبعا هيكون في طبقي فيه نشويات. لكن أنا بنصح طبعا بالنشويات الصحية، أبعد عن الكربوهيدرات البسيطة اللي هي زي المكرونة زي الخبز، خلينا دايما في الحاجات اللي بتاخد وقت في الهضم، بتعليلي سكر الدم بسرعة وبتساعد إن أنا حرقي يفضل شغال، معدتي تبقى شغالة تمام. فزي مثلا الحبوب الكاملة، زي مثلا الشوفان، دي كلها حاجات صحية مكملة وصحية جدا. طيب بعض الناس دلوقتي بقينا نشوف انه يقولك اصلا خلاص انا متبع كلام انا سمعته عن لسان دكتور، انا هاكل فاكهة كتير جدا في اليوم وخضار كتير. بنيجي نرجع للكلام الصحي والمظبوط للفكرة دي، نلاقي ان الفاكهة دي كلها سكريات. ايه رايك في القصه دي؟ يقول لك لا ده انا ماشي بقى ايه، ولا في اكل من بره ولا حاجه، انا ماشي على خضار وفاكهه بس طول اليوم. مشكله كبيره في الصيف والعصير، الناس كتير قوي فاكره انه العصير ده حاجه صحيه بالظبط، العصير عشان طبيعي وفاكهه طبيعيه يبقى ده حاجه صحيه فاشرب بقى طول اليوم زي ما انا عايز. لا طبعا، فكره ايه، الفاكهه سكر، العصير ده سكر صرف، انا شايله كمان الالياف اللي موجوده فيه، فحاجه من الحاجات اللي بتعليلي الانسولين في الدم بسرعه جدا. كل ده لازم يكون بحساب. ثمرة فاكهة في اليوم كفاية قوي، وبرضو ده بيرجع لنوع الدايت اوريدي اللي انا ماشي عليه. لما انت قلتي لي دلوقتي ان في ناس كتير قوي بتحرم نفسها، وده انت شايفة ان نظام غذائي مش مظبوط ان الناس تحرم نفسها عشان توصل لتارجت معين او لوزن معين، قولي لي ممكن ناكل كام وجبة في اليوم، ولو كلنا سناكس ايه الحاجات اللي ممكن ادخلها مع الوجبات؟ روشتة كده سريعا تساعد بيها كل الناس اللي مكسلة تروح تعمل نظام غذائي عند اي دكتور. هرجع اقولك تاني، لو انا حد اكتف بتحرك كتير بلعب رياضة، هاكل 3 مرات في اليوم واتنين سناكس. طبعا بتتحدد بقى النسب قلنا على حسب الكالوريز اللي بيكون كل واحد محتاجها وبيتابع فيها مع اخصائي التغذية بتاعه. لو انا مش بتحرك كتير كفاية قوي وجبتين في اليوم. السناك بتاعي ممكن يكون فنجان القهوة او الشاي مع حتة صغيرة كده دارك شوكلت وكده تمام قوي لو انا مش بتحرك. طيب في فكرة الناس الحوامل تقولك انا ايه هحرم نفسي من الاكل عشان انا بزيد وفي مية في الجسم بتزيد، لان في ناس كتير قوي بتسأل الاسئلة دي، فايه رأيك بفكرة ان حامل تعمل دايت؟ الحامل تلتزم بنظام غذائي صحي لكن ما تعملش دايت. يعني مش هينفع نقلل الكالوريز بتاعتها. فكرة دايت يعني انا بعمل عجز سعرات، يعني انا عايزه اخس فبقلل شويه من السعرات بتاعتي عشان اعرف اخس. الحامل ما ينفعش تعمل كده خالص، انت محتاجه كل حاجه بتاكليها بس محتاجه تركزي جدا في نوعيه الاكل بتاعتك. محتاجه تختاري اكل صحي دايما، اكل البيت دايما، الاكل الطبيعي، نبعد عن الحاجات المصنعه، بلاش في الفتره دي بقى ناكل لانشون وسموك تركي وبسطرمه والحاجات دي كلها، نبعد عنها خالص طول فتره الحمل. ونفتكر بقى الدايت بعد الولاده، نفتكر الدايت بعد الرضاعه كمان. تمام. نسمه توفيق اخصائيه التغذيه العلاجيه، انت نورتينا النهارده وفعلا كلام مفيد جدا، يعني فادني وفاد كل الساده المشاهدين، بنشكرك جدا وان شاء الله تنورينا في فقرات ثانيه ونتكلم باستفاضه اكتر عن النظام الغذائي للجسم. بشكرك جدا وكنت مبسوطه جدا معاك. نورتيني مشاهدينا. كده فقرتنا انتهت، ولكن لسه مكملين فاصل صغير وهنرجع تاني، خليكم معانا. زي ما قلنا لحضراتكم كده في الانترو ان فصل الصيف بيحب الخروج والفسح والسفر. الخروج والفسح والسفر دول لازم لهم طبعا ايه؟ لبس، لازم نلبس. فصل الصيف اعتقد ان هو الفصل الوحيد اللي في السنة كلها، يعني حتى غير الشتاء، بنحتاج لبس كتير جدا، لانه طبعا الواحد بيبقى حران، بيبقى فيه عرق، تراب كتير، فبنحتاج ان احنا نغير قطع كتير جدا. طيب ايه الحاجات السنه دي طالعه تريندي قوي؟ ايه الحاجات الموضه السنه دي؟ ايه الالوان الموضه؟ كل ده هعرفه من الستايلست الجميله اللي منوره الدنيا كلها، نهاد عبد المنعم. يا نهاد ازيك؟ ازيك عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ تمام الحمد لله. نهاد جاي لنا بالورده. تريندي دي اول حاجه. دي تريندي دي. انا السنه دي شايفه كل حاجه ورود 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 وحاجات حلوه بصراحه. الورود برضو مبهجة. مبهجة وصيف والوانات بقى كله الكالرز بالظبط. طب قولي لي ايه بقى اللي طالع، يعني الالوان بقى اللي طالعه موضه 2024 ايه؟ بصي مبدئيا الباستيل. أوكي. الالوان الدرجات الباستيل كلها. درجه البيتش اللي هي درجه الخوخي شويه. درجه البيربل الفاتح. الله. السكاي بلو اللي هو البيبي بلو الفاتح قوي ده. البينك الفاتح اللي هو مدي على روز.
الله برضو ده نفس درجة الوردة تقريبا. أيوة يعني هي درجة الوردة تحسي إن هي واخدة التاتش من البيتش والبينك. لا وبعدين أنا بسأل نهاد قبل ما نبدأ فبقول لها الشميز ده لوحده والوردة، قالت لي لا الوردة أنا اللي عاملاها وحلو إن أنت بتعرفي يعني هو شميز سادة خالص ما فيهوش أي حاجة، مفهوش أي حاجة. أنت بصي اديتي له تاتش بالوردة. هي دي بقى التاتش بتاع الستايلنج. طيب أنت جايبة لنا معاكي حاجات حلوة النهاردة، قولي لنا بقى إيه؟ أنا جايبة لك كولكشن ترند السنة دي وحاجات تكون في الصيف برضو معاكي. طيب نبدأ بالنبيتي اللي هناك ده. النبيتي ده برضو من الألوانات اللي موضة السنة دي. أوكي. البورجاندي اللي هي درجة الأحمر. لينن سات. طبعا اللينن لازم في الصيف، ما نقدرش نستغنى عن الفابريك بتاعت اللينن. طبعا اللي هي حاجات زي السويت بانس شوية. لا اللي هي عشان مش هي اللينن. لا اللينن اللي هو الماتيريال نفسها. ما انا فاهمه الماتيريال دي مش بتبقى عامله استنى بصي انا لان هي طالعه في الرجالي كمان لان انا ابني لقيته قلت له ايوه ده قال لي جاب لي حاجه شبه السويت بانس شويه. ما هي بتبقى الماتيريال بتاعتها عارفه في فضفاضه او كومفي شويه فبتتلبس دايما في السويت بانس في الشيرت مريحه جدا الحاجات كمان وممكن فيست كمان بيبقى حلو قوي في اللينن بيبقى خفيف وكمان معايا بليزر كمان لينن هوريه لك حلو قوي. فاللينن لازم معانا قوي في الصيف. والسكيرت الصفرة دي خطيرة. دي بقى دي خطيرة دي بوهي ستايل. ممكن بقى دي بقى السكيرت دي انا بلبسها صيف وشتاء يا شيخة. فدي من البيسز اللي تنفع معانا في الشتاء لو لبستيها بوهي ستايل على كاوبوي بوت وجاكيت جلد بيبقى خطير الستايل ده في الصيف بقى. توب او تي شيرت او توب ابيض او ممكن تتلبس عليها فيست كمان تبقى حلوة قوي. فالستايل السكيرت دي بحسها ماستر بيس بصراحه بالنسبه لي. وكمان لونها درجه اللون ده كمان درجه من درجات الصيف السنه دي. الترند الاصفر مبهج كده بس هو السنه دي التوب اصلا السنه دي في الدرجات. والفيست بقى اللي ورا الفيستات برضو والسات اللي هو الفيستات والساتس دي بتبقى طالعه بقى موضه بشكل بس انا عندي بوينت ان احنا لو انت بتجيبي الفيست اخليكي في الماتيريال دي. أوكي. الماتيريال اللي تحسيها فورمال شويه لان دي بتمشي معاكي الاثنين اللي تمشي فورمال وبتمشي كاجوال. كان السنه اللي فاتت طالع الساتس الكتان الفيست الكات كانت والكتان مكمل متقلي معانا. ما هو معانا بس المفروض ان انت لو هتجيبي حاجه تكون عايزاها تليق معاكي فورمال وتليق كاجوال هاتي الماتيريال دي. أوكي. الكتان هتخليكي روحتي للواي بتاعت الكاجوال اكتر بتاعت الكاجوال لانه مش هتعرفي تلبسي فورمال لو رايحه ميتنج مش هتعرفي تلبسي الفيست الكتان قوي. وجايبه بقى البيس اللي هي لا غنى عنها لا غنى دي برضو نفس السكيرت يعني انا بتعامل مع الشميز الابيض نفس السكيرت صيف وشتاء لان ده تحت البليزرز في الشتاء تحت الجاكيتس الكوتس صح. كل ده طبعا بليزر ابيض وكمان ممكن اسود بس هو طبعا الابيض في الصيف بيبقى عملي اكتر عشان الجو بيبقى حر الصبح وده ممكن تحطي عليه ورده يعني الورده اللي انت لابساها دي ممكن تتحط برده عليها وبتتباع الورود حتى لو انتم مش عارفين تعملوها هي بتتباع بدبوس كده صغير وتتشال وتتحط بقى على كذا حاجه. لو عايز اقول لك كمان انها ممكن تستخدم جوكر. الله بس بتبقى دي كبيره متهيألي في منها صغيره يعني انت ممكن اصلا تجيبي كذا واحده صغيره ممكن تلبسيهم مع بعض كذا واحده مع بعض صغيرين وممكن تاخدي منهم واحدة وتلبسيها تعمليها رباط وتعمليها جوكر على رقبتك فممكن مع الشميز خطيرة. تدي شكل تاني يعني بالزبط. نفس الشميز لبستيه بنفس الوردة يتلبس كاجوال ويتلبس فورمال أو كلاسيك يعني. والفستان الاسود طبعا انا عاجبني ان انت النهارده جايبه كل الحاجات اللي هي الاساسيات اللي تبقى موجوده في الدولاب بتاعنا وفي حاجات تنفع صيف زي الشميز الابيض وحاجات تنفع كمان شتاء. وعايزه اقول لك يعني الدريس الاسود بلبسه في الشتاء برضو. لا انت بتهرجي انت جميله انت متجوزه ده انت بتوفر لجوزك انت موفره يعني بجد ده انت بص تبوسي لك وش وظهر على النعمه اللي معاك دي لان انا ممكن تلبسي عليه جاكيت جلد وتلبسي معاه بوت هيبقى خطير. ايوه صح ممكن تحطي عليه بلت وتغيري له الستايل هيبقى شكله تحفه خطير ده. وممكن على فكره تلبسي عليه مثلا شميز في الصيف وتربطيه او انت يعني لو في مصيف او حاجه تلبسه بقى كده على سليبر على ينفع محجبات يعني تنفع واحده محجبه طبعا هي المحجبه لو لبست عليه حاجه بكم خلاص هي تلبس بقى عليه الجاكيت الجينز اللي وراه ده. ايوه انا بقى بحب قوي عليه الجاكيت الجينز وساعات ممكن تلبس عليه كروب بليزر هيبقى جينز قصدي هيبقى حلو قوي. وبعدين هي نهاد قالت لي ان برضو انت شاطره ما شاء الله عليكي تاتش وود الجاكيت الجينز هو ما فيهوش اي حاجه خالص هو ساده خالص هي اللي عملت عليه الاستراس والحاجات دي صح كده بس خطير مديله ومغير شكله. ممكن الجاكيت الجينز البنطلون الجينز طبعا الاستراس
والالوانات السيلفر طالعه موضه السنه دي. اه قوي. وطالعه على البنطلونات. اه 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 هي من الصيف كمان من الصيف اللي قبله. اه بس هي انتشرت السنه دي اكتر، يعني هي كانت لسه بادئه في اخر الصيف السنه اللي فاتت، انتشرت قوي السنه دي. وفي الميتاليك كمان. اه طبعا. اه ده طبعا لسه ما كمل معانا. ده كان طالع بقى بشكل مش طبيعي في الشتاء. يعني بشكل غير طبيعي. اه وكان السنه فاتت والسنه دي مكمل معانا برضو. فالجاكيت الجينز انت ممكن تشتري جاكيت جينز او بنطلون جينز، ولو انت مش عارفه تجيبي البنطلون نفس الدرجه او مثلا الموديل عاجبك بس انت مش لاقيه عليه ستراس، بجيب الستراس بشتريه وبركبه. هايله هايله والله العظيم، برافو عليك. وده بيتركب سهل قوي يعني، ما فيهوش اي حاجه خطيره. طيب انت بقى الـ 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 ده برضو دي ده بليزر. بليزر ده بقى الكتان برضو. ده لازم كتان، افضل فابريك في الصيف لان هو اصلا بيمتص. بحس انه بيحرر شويه. بالعكس لو الماتيريال في كذا نوع كتان. كنت لسه هقول في كذا نوع كتان. الكواليتي طبعا بتفرق طبعًا. جدا في ماتيريال بيقولوا عليها كتان وهي ما بتبقاش كتان قوي، فالكواليتي بتفرق. لكن لو كواليتي حلوه لا ما بيحررش خالص. طيب لو واحده مليانه شويه، ايه اكتر من القطع اللي انت عرضاهم دي تناسبها؟ يعني ما تبينش الديفولت بتاعت جسمها. مبدئيا الدريس الاسود. الدريس طبعا هي مليانه فهتروح للالوان الغامقه مش هتروح للفاتح. وكمان الدريس ده الموديل ده انا كمان بشوف ان هو يعني حلو لانه واسع فينفع كذا بادي شيب. اوكي. واعتقد الساتس اللي هي الست طبعا ممكن تنفع. مع جسمها مليان. والسكيرت برضو ممكن تمشي مع جسمها مليان. طيب العكس بقى، لو واحده رفيعه بشوف بنات والله يا حبايبي بيبقوا بجد ببقى متضايقه عليهم قوي. رفيعين قوي 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 وبجد في اللبس ما بيليقش عليهم، ما بيبقوش عارفين يلبسوا ايه. فالرفيعه قوي 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 دي تلبس ايه؟ بصي مبدئيا الرفيعه قوي دي تلبس سكيني. ما تلبس سكيني خالص لان هو لو هي رفيعه رجلها كمان رفيعه قوي اللي هم عارفه هتبين الرفع قوي قوي. تلبس حاجات بقى واسعه مش قوي برضو، ما تقفرش، هي لازم تبقى متوسطه. اوكي. لان الاوفر سايز قوي هيبقى هتبقى واقعه فيه. يعني هي مثلا بس وايد ليج، يعني اللي هو الوايد ليج. ما هو الوايد ليج هو يعتبر متوسط. لكن ما تلبس اوفر سايز قوي يعني. حتى لو هتلبس ست كتان كده تلبسها تكون الاوفر سايز فيها مناسب مع جسمها. الباجي ينفع لواحده رفيعه قوي ولا لا؟ مش قوي. مش قوي برضه عشان الباجي بيبقى واسع قوي. واسع قوي فهتبقى واقعه، عارفه هي هتحس ان اللبس اللي لابسها مش هي اللي لابسه اللبس، فدي غلطه هي بتعملها. بنشوف دايما يقول لك ايه اصل السمر ليهم الوان والبيض ليهم الوان، انت مع الموضوع ده ان كل واحد ليه ولا الالوان اللي تليق عليا؟ يعني في انا بشوف مثلا الوان بينك مثلا تقول لك لا لا انا سمره ما بتليقش عليا، بس انا بشوف ان ساعات والله ساعات ما في فكره بقى دلوقتي. هو طبعا السكين تون بتاع بشرتك لازم يبقى ليكي في اتنين سكين تون. في الكول والورم. اوكي. فدي ليها درجات ودي ليها درجات. بس مثلا لو واحده مش لايق معاها البينك على درجه وشها فممكن نلبسها بطريقه تانية. ازاي بقى نعمل يعني إيه؟ ممكن مثلا نلبسها فلاور. اوكي. تدخلي الطعامي بحاجه يعني بالبينك اللي هي عايزاه يعني. ممكن مثلا لو هي اللون اللي هيليق على بشرتها سي ابيض فتلبس الشميز ابيض زي ما احنا قلنا هنا. وتحط الفلاور بينك لو البينك مش هيليق على وشها. فهي كده دخلت البينك بس بطريقه غير مباشره. لان بلاقي بنات كتير بيبقوا حابين مثلا لون معين بس مش لاقي عليهم او مش عارفين يلبسوه ازاي. فدي اهي ان هي قالت لكم فكره ان احنا فعلا السنه دي اللي عاجبني ان احنا الورود والحاجات دي بنطعم بيها حاجه منها تغير شكل الستايل بتاع الحاجه الاوتفيت ومنها ان احنا بنلبس اللون برضو اللي احنا حابينه. وممكن في الشنطه يعني ممكن تدخل الكالر لو هي حابه الكالر وعايزه تدخله في اي بيس. الشنطه من الاكسسوارز عامه. اوكي. يعني الشنطه تعتبر اكسسوارز. الشنطه لسه لازم البسها نفس الشوز وكده ولا لا ما بقتش؟ لا يعني خلاص الكلام ده من زمان. لو هنتكلم على الرولز لازم، بس طبعا يعني بقينا بنغير. وطبعا دلوقتي بقى في شنط اصلا بتبقى كالرفول الوان كتير بالظبط. فانت ممكن تاخدي لون من الشنطه والبس الشوز وتلبسي الشوز فيه. اوكي. طيب قولي لي ايه جديد كمان طالع؟ في حاجات ترند، حاجات ترندي طالعه السنه دي غير الورود؟ هي طبعا الميتاليك مكمل معانا. في بقى كمان السنه دي طالع قوي الدينم اون دينم. احنا طبعا البيس بتاعه الجينز عامه ما بتستغنيش عنها طبعا صيف وشتاء، بس هو السنه دي برده من الحاجات اللي طالعه موضه قوي السنه دي الدينم. الدينم اون دينم خطير وعملي وكمفي جدا في النزول. اوكي. وطبعا الفيست برده معانا السنه دي ترند. في كمان الساتن سكيرت ترند السنه دي.
أيوة. بس الساتن ما بتلقش على كل الشيبس، مش كل، ايوه صح، مش كل الشيبس هتقدر تلبسها. طيب في الاخر كده بقى عايزاكي كده البنات الحلوه اللي بتتفرج علينا تديهم نصايح، لانه بشوف برضو ناس كتير وبنات كتير وستات وانا والله من ضمنهم بنزل اقعد اشتري 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 ومش عارف والله العظيم برجع الاقي نفس البيس، اقول طب معقوله يا جماعه اني اجيب نفس طب كنت اغير اللون، بس بكتشف بقى ان انا لا الحمد لله يعني انا يبقى انا فعلا مقتنعه بالبيس دي. فتدينا نصايح بقى لكل البنات والستات وهم نازلين يشتروا يعملوا ايه؟ بصي مبدئيا لو اللي بينزلوا يشتروا بيعملوا زي حضرتك ما تنزلوش ما تنزلوش لا هي الفكره ان هي بتبقى نازله ممكن مش فاهمه جسمها، ودي غلطة بتقع فيها بنات كتير. لأنهم كمان ساعات في بنات بتبقى عايزة مثلا، أنا شفت على حضرتك بيس لبسها عجبتني جدا، رحت جبتها ولبستها ولقيتها عليا شكلها مش حلو. أيوة لأن أنا جسمي غير جسمك، بشرتي غير بشرتك، بس صح. فهي الفكرة أن أنت افهمي جسمك الأول، افهمي البادي شيب بتاع جسمك، افهميه وادرسي يعني، ابدأي شوفي فيديوهات عليه، في طبعا على السوشيال ميديا طبعا ستايلينج تابس كتيره قوي، فافهمي جسمك. وحتى لو انت هتلبسي زي حد او عايزه مثلا على فنانه او حاجه شفتي حاجه وعايزه تعملي زيها، لازم تدوري على البادي شيب بتاعها زي جسمك، صح؟ لا عشان لما تيجي تلبسي زيها بتتصدمي بقى. يعني اللي هو اذا مش زي إيه ما شكلي، انت فرق جسمي يا جماعه برضه. لا فالموضوع لازم تبقي فاهمه بادي شيب جسمك، واهم حاجه لازم يكون عندك الحاجات الاساسيه، وبعدين لو حبيتي تشتري حاجه تكون ترند تاخدي بيس في السيزون. يعني ما تنزليش مثلا، في ناس بتعمل العكس، تنزل تجيب حاجات بنفس الالوان، الوان كتيره من نفس البيس، وتيجي مثلا عند البيزكس تلاقي نفسها ما عندهاش فتقول ايه ده انا ما عنديش وانا بشتري لبس كتير وبتاع. طيب يبقى ما تعملوش زي حالتي، ما تنزلوش تشتروا كل حاجه وتقعدوا تقولوا ايه ده ما عنديش وبتاع، لان دي الكلمه اللي عند البنات كلها، ايه ده انا ما عنديش، انا عندي حاجه والله لازم حاجه البس، انا بقف في الدريسنج اللي هو ايه ده، طب ما هو في دي حاجات كتيره اهو. فيعني انا بشكرك وانت نورتينا وشرفتينا، والشغل بتاعك حلو، الورده خطيره، بتاع الجاكيت الجل الجينزي جنن، هقول لك على السر بتاعه، انا مستنيه، انا هنهي الفقره عشان اجي اعرف السر بتاعه. الستايلست نهاد عبد المنعم، انت نورتينا وشرفتينا، ربنا يخليكي. يعني احنا دايما بنحب نقدم لكل البنات والسيدات فقرات كده خاصه بالموضه وبالفاشن، وهنعمل والله حاجات رجالي، ما استنونا بس، يعني اتقالوا علينا زي ما بيقولوا اتقال تاخد حاجه حلوه، هنعمل الفتره اللي جايه حاجات كمان خاصه بالرجالي علشان برضو الرجاله ليهم حق. يا رب فقرتنا تكون عجبت حضراتكم، احنا اكيد لسه مكملين معاكم فقراتنا فوق هنا، لكن بعد الفاصل. رجعنا لكم مره تانية فوق هنا، وجي وقت فقره المطبخ. النهارده عاملين اكله سريعه وسهله، بس يمكن ما بنعملهاش في كل بيت، فخلوني ارحب بالشيف سيد السمان ونعرف هنعمل ايه النهارده. ازيك يا شيف؟ ازيك يا ديما؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله فل. هنعمل ايه النهارده؟ هنعمل زي ما قلتي اكله مش متعرف عليها قوي، سمان. شويه الثقافه بتاعته مش بتخش البيوت عندنا، البيوت يعني. هي معروفه ان في ناس بتاكل سمان، بس يمكن ما بنعملهاش في البيت، بتتنسي شويه. يعني مثلا ست البيت او حاجه بتنساه شويه، ممكن يكون متعرف في الاكتر في المطاعم، تلاقي مطاعم كتير قوي بتعمله، بس البيت شويه ايه ناسينه، او صح، مش عارفين ايه الطريقه او كده. بس فهنعمل سمان، هنشويه، هنتبله تتبيله كده لطيفه بميه بصل، ميه طماطم، وفي معلقه باربيكيو، ممكن حد يستبدلها بصلصه لو حد مش حابب فكره الباربيكيو، وملح وفلفل بهارات مشكله. بس هزود له صوص مشروم، هيبقى مكون من بصله مفرومه، مشروم متقطع شرايح، صوص دمجلاس بودره بيتدوب فيه، يعني مثلا حوالي 3 معالق صوص دمجلاس بيتدوب في نص لتر ميه، بيتدوب كده على البرد كده بينزل على النار بس. وممكن بقى كريمه، دي اختياري لو حد حابب، ان هو ايه، لان الدمجلاس صوص بيبقى بني شويه غامق، فلو حد عايز يكسر بس اللون زي ما هنبتدي. هو الصوص ده المتعارف عليه بيتعمل مع السمان ولا لا؟ لا، الصوص ده بيبقى شويه للبيكاتا، شويه لحاجات لحمه كده، هو ده. أوكي. يعني دي طريقه مختلفه نعمل بيها بالظبط. دي طريقه مختلفه شويه للسمان، او ان حد يتجرأ ياكله او كده. اوكي تمام، نبتدي بقى. هبتدي انا، عندي حد يتجرأ ياكله؟ انا بصراحه عمري ما اتجرأ اكله، ما اعرفش. هي الفكره في كده، ممكن يعني ممكن الطريقه دي شويه لو حد بيحب، الناس كلها في مصر او الناس كلها بتحب طريقه البيكاتا شويه. هي دي الطريقه معموله من متاخده من البيكاتا شويه. انا هبتدي، عندي ميه طماطم، دي طماطمتين معصورين مبشورين ومعصورين ومتصفيين من القلب بتاعهم، ميه بصل كده، معلقه باربيكيو بالشكل ده، دي ممكن حد زي ما قلنا يستبدلها بصلصه. طعم الصوص بيبقى قوي بقى، ممكن يغطي على طعم السمات شويه. هو الصوص ده طعمه بيبقى حلو قوي، يعني طعم الصوص اللحمه ده بيبقى حلو قوي في كل حاجه،
فممكن حد اللي هو ايه ده بيزود طعم او بياخد من طعم السمان بيخلي طعمه احلى من الطرق العاديه بتاعته. طب طعمه زي الحمام بقى ولا ايه؟ هو الطعم بتاعه زي الحمام يعني الطعم بتاعه قريب شويه للحمام، بس احنا نقدر نقول شويه مش نفس الفايده. امال يعني ليه الناس ما بتروحلوش؟ ايه بقى ايه الفرق؟ الفرق ان هو يعني هو كطعم يعني مثلا لو طبخنا الحمام بطريقه وطبخنا السمان بنفس الطريقه وكلتي التست الطعم هتلاقيه هو نفس الطعم، طعم اللحم ده قريبه قوي للحمام جدا. أوكي. بس الفايده بتاعته مش نفس الفايده، عشان كده هو مش متعارف شويه في البيوت. البيوت بيبقوا بيدوروا شويه على الحاجات المفيده، او من زمان طبعا عارفين الحمام مفيد جدا فبيروحوا بيروحوا لحته الحمام اكتر. انا عملت التتبيله بتاعتي، هبتدي انزل بال السمان. بتسيبها قد ايه بقى في التتبيله؟ التتبيله دي كل ما تقعدي مع انها ملهاش وقت قوي يعني كل ما تبقى اكتر في التتبيله دي ما كل ما تبقى ايه احلى، يعني كل ما الحاجه بتقعد في التتبيله تتبل اكتر كل ما يبقى طعمها تشرب قوي بالظبط. يعني ممكن مثلا تبقى يوم كامل لو حد بيعمل طيور بيجهز. طبعا لو حد بيعمل طيور بننصح ان هو اعملها قبلها بيوم، خليها تبات في الثلاجه هتاكل الحاجه. في ناس طيب بتعمل الحاجات دي الدريسنجز دي وتشيلها مثلا في فريزر لما تيجي تعمل اكله تطلعها ينفع نعمل في دي كده؟ طبعا ممكن بس هو بيبقى برده مش مستحب قوي لان التتبيله دي بتبقى فش. عارفه بتبقى فريش لان بتبقى هنا كده شاربه زفاره شويه. ممكن الحاجات دي تبقى شويه لتتبيله سمك. اوكي يعني لو اتبل تتبيله السمك دي لان انا باخد منها بحط في السمك ما بحطش السمك عليها فبتبقى مش واخده زفاره قوي زي يعني دي كده خلاص التتبيله دي بقت زفره اللي هو نقدر نخدها عشان مجرد ما حطينا فيها تمام خلاص. فاللي انا ابقى بايتها بتبقى فيها قلق شويه مش هي دي اللي بتعمل كده زي ما قلت لك بتاعت السمك شويه. انزل كده بمعلقه زيت. طب ايه تاني طرق ممكن نعمل بيها السمان غير كده؟ ممكن نشويه بس يعني التتبيله اللي انا عاملها له دي ممكن يتشوي بس ما نحطلوش في صوص، وممكن يتحشي زي الحمام بالظبط. يعني اصغر من الحمام صح؟ هو اصغر بس في حمام قده يعني مثلا في حمام اللي هو الصغير بيبقى قده ولحمته عارفه الناس بتقول عليها شويه اللي هي بتبقى مسكره. ايوه عشان كل ما الحاجه بتبقى صغيره صح. اصلا كل ما تبقى مسكره اكتر. انا بصراحه بحب الحمام جدا. ده لو كلتيه مش هتفرقي يعني مش هتعرفي مثلا الطعم بيبقى ايه قريب. انا عمري ما شفت الحمام متقطع. ما انا مقطعه عشان الطريقه بتاعتي. أيوة. انا يعني مثلا انا لو هنشوي ده بس بيتفتح زي الكتاب كده. اوكي هو عشان بس في صوص ودريسنج فانت مقطعه بالظبط وانا مخليه حتت صغيره كمان عشان خاطر الوقت يلحق يستوي معايا. يعني ممكن اعمل بقى الحمام بنفس الطريقه كده ولا ما حدش اكيد بياكله كده يعني؟ ممكن طبعا نعمل الحمام بنفس الطريقه بس عارفه شويه الحمام لا اللي هو الحمام مش هنقطعه كده الناس هو بيتعمل كده. لا الفكره ان الناس هتستحرم ان هي تقطعه كده اللي هو هيقطعوها هيستغربوا شويه انا ليه اقطعه كده اصلا لان ممكن حد يحس ان هي بتاكل. لا اعملهم بالدريسنج انا عندي فراخ ولحمه ممكن اعملهم بالدريسنج. اللي هو الحمام دايما الحمام بيبقى اللي هو ايه حمام هاخده اشوي احشي واسلق واحمر اللي هي الطريقه بتاعتنا المتعارف عليها. طب ايه الاسرع في التسويه السمان ولا الحمام؟ السمان اسرع لان السمان بيبقى ايه اصغر شويه لحمته بتبقى اصغر من الحمام شويه. انا هبتدي كده اسوي ده ياخد كذا وش بالشكل ده. طب الدريسنج ده بقى ممكن يتعمل مع فراخ او لحمه؟ هو ده مش دريسنج ده صوص. الصوص دوت ممكن نشيل السمان ونحط لحمه اللي هي القطعه بتبقى اللحمه اللي هي بتستوي بسرعه ونحط مثلا صدور فراخ كده ممكن نشيل يعني الصوص ده بيتحط للحاجتين دول. هي الطريقه زي ما بقول لك شويه مستخدم من فكره البكاتا. البكاتا دي تبقى لحمه او فراخ او سمك في ناس بتعمل سمك فجينا واخدها منها شويه اللي هو ايه. طب انت ممكن تحط بقى معاه مشروم وكده ولا؟ اما انا احط فعلا معاه مشروم. أوكي. بس انا احنا عندنا اهو فريش مشروم بالظبط. انا عشان عامل الموضوع على حاجتين يعني انا هلسعه هنا وبعدين هاخده كده عندي. دي طريقه يعني انا ممكن زي ما انا بعمل كده دي ما اكله كده. اوكي يعني ممكن الطريقه دي انا اكلها كده من غير ما احط لها صوص. هي الحاجه اللي الحاجه اللي انا مزودها لها شويه هي الصوص. الصوص شويه عارفه ال مش عايز اقول الاطفال بس ريحته حلوه على فكره ريحته قويه جدا. هو ده كده وادخله الفرن. هتدخله الفرن من غير ما تحط عليه حاجه اي حاجه. ده كده دي طريقه يعني دي لوحدها دي طريقه دي شوي ده كده سمان مشوي. ماشي حد مش عايز يحط ده تمام فاهم الفكره. هبتدي مطرح مكانه كده احط بصلايه مفرومه. ده بقى الصوص اللي انا مزوده معاه يعني ده الصوص اللي انا لا يتحط فيه بالظبط ده اللي انا مزوده معاه. ده اختياري بقى ممكن حد يعمله ممكن لا. طب انا ممكن اقدمه مع ايه تاني غير رز؟ ممكن تقدم مع فريك
ممكن يتقدم مع لو هيتشوي لوحده ممكن يتقدم مع عيش وطحينه كده. طب ولما بتحشيه بتحشيه برز وكبده وكده؟ ممكن تريكو ممكن رز بيتحشي هو نفس طريقه الحمام بالظبط. لما بيتحشي بيبقى نفس الطريقه كده اقلب كده بالشكل ده. الحاجات السودة دي او دي الحاجات اللي تبقى نازله من التتبيله. الباربيكيو عامل ريحه الريزو قوي. هبتدي اقلب كده انزل بالمشروم بتاعي ماشي بالشكل ده. ناكل كلنا فعلا. هو لو كلتيه فعلا لو انت مش بتحبيه مثلا وبتحبي فكره الحمام شويه. لا اصلا مش جريئه في الاكل خالص ما اقعدش اجرب هي دي مشكلتي بس هو بجد بجد فعلا ريحته حلوه يعني. على فكره اكتر ناس بتخسر بقى الناس اللي مش تجرب دي اللي ممكن تكون خسرانه مثلا حاجات طعمها حلو قوي. سيبك من السمان عموما بقى في العموم انا باكل بالشكل انت من الناس دي انا من الناس دي طبعا العين صح بتاكل قبل البق انا بالنسبه لي والبرزنتيشن شكل الاكل وهو متقدم قدامي مهم جدا. انا اقصد الحاجه نفسها يعني مثلا أيوة. انت بتقولي انا ما باكلش السمان اكيد في حاجات كتير غير السمان ما بتاكلهاش اكيد صح؟ وانا صغيره يعني مثلاً... بس لما كبرت بقيت باكل يعني مثلا وانا صغيره كنت باكل اي خضار دلوقتي بقيت باكله. يعني مثلا انا لو عملت لك السمان ده ببرزنتيشن حلو قوي هتاكليه؟ ايه من غير عظمه اتصرفوا شوف رجل العظمه واكله. هبتدي اقلب كده. لا لا ولا الارانب ما باكلش ارانب لا لا خالص ما اقدرش. برده لو فيها برزنتيشن كويس تاكليها؟ لا ده بقى اللي انا بقول لك عليه اللي هو في حاجات كده هبتدي اقلب كده بالشكل ده. الاكله دي مطبخ ايه؟ مصري؟ مصري طب ليه السمان ما بيتاكلش بره؟ الايه؟ اكيد لا دلوقتي كل ده موجود بره يعني ثقافتنا في الاكل المصري دلوقتي منتشره بره جدا يعني مثلا الحاجات اللي احنا كنا مش بنحبها هنا وليكن مثلا ايه اكتر اكله مصريه مشهوره بره؟ الملوخيه. الملوخيه صح ايوه الملوخيه اكيد. الكشري المحشي بس المحشي مش قوي لان كل بلد موجود فيها المحشي بس بطريقه مختلفه بطريقه معينه طبعا يعني كل بلد فيها المحشي بس بطريقه معينه. بس هي اكتر حاجه مصر تقولي مصر ده ايه يعني اكتر حاجه مثلا بره ده صوص الديمجلاس. اوكي ده نفس اللي انت كنت عامله هنا؟ لا دي تتبيله اللي انا كنت عامله هنا ده التتبيله او المارينيه بتاع الاكل فيه نشا فبيخلي الموضوع تقيل شويه بيغلي بس كده كام غلوه اقل من 5 دقايق او 3 دقايق بيه. بص هوريكي اقل من 3 دقايق بقى لا خلاص اهو بص انا هوريكي فكره القوام بيتقل صح كل شويه في الاول كان انت عارفه بنعرف القوام شويه من الحاجات من المعلقه من هنا يعني ده كده لسه ما تقلش المفروض لو ظهر المعلقه ده لو القوام ما نزلش بسرعه يبقى هو تقل. بس نبتدي بس هو لونه بقى مشكلته شويه في لونه بيبقى بني غامق قوي بني مع السمان فانا عشان كده هكسره بشويه كريمه والطعم كمان يبقى احلى بكريمه الطعم بحب طبعا اي حاجه فيها مشروم فيها كريمه الكريمه دي بتبقى الطعم شويه هنا وكسره لون يعني. بصي بقى الموضوع عارفه ايه البيج اللي هو ايه لون الشاي اللبناني الناس بتحبه بس دلوقتي كده لون البيكاتا بالظبط بالظبط دي كده الصوص دوت بيتحط فيه بقى اللي هي الفراخ او اللحمه البيكاتا هي دي الفكره بس فانا خدت من هنا قلت مثلا بدل ما اشويه ويبقى لوحده لا ممكن نشويه ونزود له حاجه الناس تاكل بيها. انت هترجع بقى تحط السمان على الصوص؟ اخد السمان واحطه على الصوص كده يبقى الطبق بتاعي جاهز. السمان كده دخل في التسويه لان هو اصلا مش بياخد وقت بالشكل ده. هو شكله مستوي فعلا كده عشان كده انا مقطعه صغير شويه اللي هو ما ياخدش مني وقت والصوص كده بيغلي ابتدي انزل تقل الصوص مش كده؟ ابتدي انزل بيه ياخد بس من يعني يغلي شويه مع الصوص كده بالشكل ده دي كمان والله شكله كويس على فكره ايه ده دلوقتي شكله عادي ممكن يتاكل كده تمام صح كده ممكن تجربيه كده تمام خلاص ما هو مستوي تمام بس هو عشان كده بقول لك الناس اللي زيك كده شويه اللي هم بيبقوا مش بياكلوا اي حاجه قوي فايتهم ساعات لا ما يشوفوش الحاجه قبل ما تتعمل لا دي حاجات كده ياكلوا على طول هيبتدي كده احنا كده يعتبر خلاص انت بس مستني ان هو الصوص يمسك نفسه اكتر انت مثلا اول ما تقولي لي خلاص انا هشيل يعني هو بس عارفه هيغلي الصوص ياخد من طعم التتبيله بتاعه السمان وخلاص كده كده الصوص بتاعي تقل. بس انا شايفه الاكله زي دي فعلا ما ينفعش تحط فيها حمام ابدا يعني لا حمام لا هي الفكره لا مش هعمل مع ان في ناس ممكن تحط فيها حمام لان هو طعمه حلو مش حاجه وحشه. ولو هحط لحمه او فراخ نفس الطريقه ولا في حاجات بتتغير اغير ايه؟ الفراخ مثلا ممكن تتبل ميه بصل بس ملح وفلفل بابريكا زعتر ممكن ناس تتبل من غير ميه بصل خالص وبتتحط في دقيق
دي طريقة بقى البكاتة الأصلية. تحط في الدقيق بعد كده تحط على النار كده تتشال. بس ممكن صدر أو ورك عادي، مش لازم حاجة معينة. ممكن لو ورك مخلي اللي هي الأوراك المخلية ممكن تتعمل. بس اللحمة نفس الكلام؟ اللحمة نفس الكلام. هتتبل ايه؟ تتبل لا اللحمة ملح وفلفل. اوكي. بس يعني لو جايبين قطعة لحمة ملح حلوة ملح وفلفل بس. بالظبط. ايه احسن نوع اعمله في أكلة زي دي من اللحمة؟ باللحمة اللي هي القطعة اللي هي بتاعت الستيك. ممكن تتعمل دي اي قطعة لحمة، اي حاجة من اللحمة اللي هي بتبقى ما بتاخدش سوا كتير. انت قطعة بتستوي بسرعة. اللي هي ما بتاخدش وقت كتير، مثلا وش فخدة لو حد مثلا. احنا معانا دي اعتقد ممكن نبتدي. يلا انا خلصت، انا مستنيك تقولي لي احنا معانا كذا وانا كنت كده كده خلصنا. بس اكلة فعلا خلصت بسرعة، مع ان حسن فيها كذا حاجة بتتعمل، يعني كذا دسم كذا صوص. ابتدي بس الون كده. انا اقدمها، هي دي كده الطريقة بتاعتها. تقدم بقى مع رز، مع بصل، مع فريك. مع فريك لو حد عايز. ابتدي كده اجرنشها. هي بس طريقه شويه مش متعرف عليها للسمان. اعتقد بياكلوا محشي برضو، يعني زي الحمام الناس اللي بياكلوا. بس انا لو هجيبه مش هحشيه، يعني عارفه المجهود ومجهود الحشو مش هيبقى على قد الفايده اللي طلع لي منه. فاهم؟ ابتدي اقدمه بطريقه جديده. بالظبط كده كده. سيد نورتنا كالعاده، ودي مش اول زود. مره ليك معانا. نورتنا. واكله فعلا سهله وسريعه، ويا ريت تجربوها. انا مش عارفه اجربها ولا لا، بس هي حاجه حلوه والله. انا ممكن احاول اقطع لك منها تجربيها، اللي هو بحيث ان انت بدقتي الحاجه اللي انت مش بتاكليها. نورتنا يا سيد جدا، مشكور على وجودك معانا. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده. اشوفكم في حلقه جديده من هو هنا.